الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. لقد مرت 20 سنة منذ أن حملني الله أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة. وقد عاهدتك وعاهدت الله تعالى على أن أعمل صادقا على أدائها، ويشهد الله أنني لم ولن أدخر أي جهد في سبيل الدفاع عن مصالحك العليا وقضاياك العادلة. كما يشهد الله أنني جعلت من خدمتك شغلي الشاغل حتى ينعم جميع المغاربة أينما كانوا على قدم المساواة بالعيش الحر الكريم.